يعني الاتفاقية اللي تم توقيعها بين المكتب البراءات المصري وأكاديمية الوايبو حقيقي كانت مفيدة جدا جدا للمكتب المصري. يعني بصراحة هي رفعت من كفاءة العاملين في المكتب، وإحنا في أول مجموعة تم تدريبها في تدريب مدربين كان حوالي 15 واحد من المكتب. حاليا ال 15 واحد دول مش بيشتغلوا، مش بيدربوا الناس اللي في مصر بس، حاليا بيستخدموا من قبل بعض المنظمات الدوليه، يعني زي الانكتاد بتستعين ببعض هذه الفاحصين الفنيين اللي في المكتب اللي تم تدريبهم كمدربين من خلال الاكاديميه. منهم راحوا الفلبين، منهم راحوا كازاخستان، منهم راحوا طاجيكستان، يعني اكثر من دوله، وقاموا بتدريب في دول، في عمان، في السعوديه، في الامارات، في البحرين. يعني كانت الأكاديمية بصراحة مفيدة جدا جدا للمكتب، لأنها أنشأت يعني طلعت عندنا مجموعة مدربين، قاموا كمان بعمل مجموعة مدربين تانيين. في إحنا تم في الأكاديمية إنشاء حوالي 35 مكتب تايكو. مكتب التايكو ده فيه حوالي برضك 35 تاسك أوفيسز. دربنا كل المسؤولين عن المكاتب دي في الجامعات والمراكز البحثية بواسطة المدربين اللي تم تدريبهم بواسطة الجامعات والمراكز البحثية. هو حاليا احنا بنحاول نزود عدد المدربين، وخصوصا في التخصصات الثانية، مش براءات اختراع بس، براءات اختراع وعلامات تجارية ونماذج صناعية، وفي مجال البلانت فرايتي. فاحنا المفروض مع بداية سنة 2018 هيبقى في 25 متدرب جداد هيتخرجوا من الأكاديمية، هيكون فيهم ناس من العلامات وناس من النماذج الصناعية وناس من وزارة الزراعة المسؤولين عن حماية الأصناف النباتية، وده بالتالي برضك هيزيد عملية المعرفة بأهمية الملكية الفكرية في مصر كلها، مش في براءات الاختراع فقط لا غير، ولكن في باقي التخصصات. حقيقي طبعا احنا بنأمل ان المشروع يستمر مع المكتب، وكل ما زاد العدد، انت عارفة مصر عدد السكان فيها عدد كبير جدا، حاليا حسب آخر إحصائية حوالي 104 مليون، فطبعا كل ما زاد عدد الناس المتدربين، يعني اللي هم المدربين اللي هنطلعهم علشان نقدر نغطي. احنا عندنا اكتر من يعني 30 محافظة، فعشان نغطي الكم الهائل من الناس دي محتاجين استاف اكتر عشان نقدر ننشر الوعي، زائد ان احنا تقريبا زي ما انت قلت كده احنا يمكن يعتبر اكبر اكاديمية تم انشائها في الدول العربية. حاليا احنا بنستخدم معظم المدربين اللي عندنا في تدريب الدول العربية. انا عندي دلوقتي خبير 2 خبر مثلا في عمان، و2 في قطر، وفي عندنا ناس في الامارات، واحد في الامارات، وفي في السعودية. فيعني عملية كل ما كان عدد المدربين زاد، كل ما هيدي سماحية للمكتب انه يقدر ينشر الوعي بالملكية الفكرية في المنطقة كلها، وبالتالي نزيد عملية الانوفيشن وعدد الطلبات والبراءات المقدمه للمكتب، وبالتالي ده هيساعد في التنميه اكتر. لان احنا انت عارفه الاقتصاد دلوقتي قائم، مش كان الاول بيقول القائم على المعرفه، دلوقتي الاقتصاد القائم على الانوفيشن، يعني اتغيرت من الاقتصاد القائم على المعرفه للاقتصاد القائم على الانوفيشن. النهارده كل التوجهات لعمليه الانوفيشن، فده مهم جدا. كل ما كان عندنا عدد اكبر، كل ما نشرنا الوعي بأهمية الملكية الفكرية في مصر وفي الدول العربية.